انت مع ام ضد تشديد العقوبات على المخالفات المروريه على فيسبوك نلقاو اللي ثلاثه وستين مع في المقابل سبعه ضد على انستغرام نلقاو اللي اربعه وسبعين بالمئه مع تشديد العقوبات و 26% بالمئه ضد <applause> لا ولا يحبوا يحبوا والله اسمع باش نعمل له قانون معناتها للناس اللي كيفوا واللي يخموا كيفوا عرفت لو ماتشيزم او ترونس يا مهدي شنو هو هذا شكون يتقلق لا يتقلق الناس اللي هي تحب في القانون اللي هما ما ماجوريتي بالقانون بالقانون صدقني فما فما رجال في الفولون يعني يكرهوك في الكسيق الحمد لله. وبرشا نساء زاد يكروك في السياق. دونك أي مواطن عنده آه عنده. آه آه لا الخوف الخوف فما آه فما الرهبه فما حس من الرهبه في السياق. أنا راني مع تجديد العقوبات باش ما تقولوش. لا لا نقولوا نقولوا سي نقولوا. خاطر هذوما نحكيوا على تجديد العقوبات معناها في السياقة. ما عادش يسوق خير ولا يمشي يعني يحط شهريته خاطر أنا قلت لك هي وضعيت الطرقات وضعية الطرقات وضعية الحركة المرورية. الشوانت اللي بالخمس سنين ما توفيش وتصير ضيق الطرقات معناها انت تشوف مدخل تونس الجنوبي مثلا ولا نتاع المطار محول المطار معناها اللي ضربنا اربع وخمس سنوات ونلقاو حلول معناها تولي ما ما عندكش حلول اخرى لانك تتجاوز وتخالف القانون. شنو الحل وقت اللي تحرق فروش قدامك وقت اللي الفروش تعدل للحظه هذا يوميا انا نعيش. بقعة اللي انا فيها فيها كيما الرونبوان وال لي فروش يوميا هذاك شنو تعمل؟ نمي السلوك تاع المواطن لهنا راي الحكايه حكايه وعي وسلوك ماشي حكايه في علاقه بالسلوك المواطن زاد يظهر لي سؤالنا نتاع اليوم زين سؤال اليوم ما يبعدش برشا على سؤال البارح دونك سؤال يقول هل ترى ان الارصفه في مهيئه للمترجلين نعم ام لا؟ هذا سؤال من امضاء اسامه بن عبد الله يظهر لي يعاني يوميا من مشكل <applause> هذية قال لي راهو مشكل لي في تونس مروين. صحيح ومشكل مشكل كبير ومشكل موجود في في العالم كله كنا حتى انا حكينا في الموضوع في الاوف ويزمنا نتصور وزاد ايضا ويزم نحطه في عيب بعين الاعتبار انه من المفروض الارصفه يعني مهيئه للناس كل بمعنى وانه تصوروا معايا للحظة مثلا آه شخص اون آه مثلا كيفاش يعمل في تونس مثلا تصوروها للحظات آه كيفاش يتحرك كيفاش يمشي كيفاش كيفاش يستعمل وسائل نقل العمومي لو توفرت آه هذا كله يدخل بعين بعين الاعتبار بطبيعة الحال والموضوع الأرصفة بصفة عامة زاد آه فما استغلال تجاري وفما استغلالات آه مختلفة آه للمسائل هذه اللي كلها لازمها لازمها عناية بالطبيعه تتذكر مهدي في فترة ما وشفنا في عديد الأرصفة خاصة في جهة البحيرة والضاحية الشمالية تراكس في الليل ويكسر فكل المقاهي والمطاعم اللي يستعملوا يظل هي مقنة الحكاية وما عندهم الحق في أنتيغ أندومي ناية. ما نعرفش معناتها قديش لكن هي مقنة وهبطوا عليهم بالتراكس بيان بالكاميرا هذا ايه. ميكرو مهدي وعودة هيبة الدنيا. الدوله وكل المصطلحات اللي كنت شويه تساوي اللي عملوهم في في 2014 و2015 شوف هو راه معك استغلال الرسيف زاد راه حق للمواطن المترجل قبل اي حاجه تمشي مش لازم نجي نهار جمعة في سلات جمعة مثلا في قدام الجوامع معناها لا طرقات لا سكة مترو لا حتى شيء هذا مشكل كبير المقاهي أه والمطاعم استغلال معناها الفرات في استغلال الرصيف المواطن زاد عنده الحق باش احنا اليوم نرى نشوفوا المواطن يمشي في الكيس والكراهه بتمشي في التروتوار معناها شيء تقلبت الايه اش قلت الكراهه هي المشكله كل مشكله وعي وسلوك عند المواطن وعند المواطن لانه في المقهى مقهى ولا المطعم وبدون مواطن تونسي معناها يخدم في المجال هذاك الدوله اما نعطيك حاجه هي مقنه الكراءات هذه راه اما كي تمشي بعد هي تكون دونك مداخيل للبلديات هكا البلديات ما تعطيكش الكراء تدخل لهم كراء ويقول لك لا بالمترو لا يخليوها كيكه باش تقعد هكا ماشي تقعد سياسه تمشي مش البلديه كبلديه فما بعض البلديات تمشي طالب تقول نحب نكري اعطيني كري قداش المتراج ثلاثه اربعه متر وخلينا نستغلهم بالقانون وكذا ما نجموش القانون مازال وكذا ويعطلوك بالعاني باش تقعد بعد تجيك الفرق اللي جيت تتفقد زعما زعمة وهذاك علاش نحكي راهو على عقليه كبيره تفشيت في العشر سنين اللي فاتوا عقلية نتاع الرشوة فيها ولات بالفكان بالغورة بالقوة بكل والله بو با سو بوان كوميم ليش شو اسمها تحب وحديش 2011 قبل 2011 كانت فتره ورديه لتونس ما غير كانت فيها على قليله حتى كان فما الفساد الفساد كان في حجم صغير وكانت الناس تخاف مش ورديه كمان لا لا واخا كنت معارفه مش ورديه احنا عطينا نحكيو على هنا تجاوزات وماشي حويجه ماشي حويجه وتجاوزات كانت موجوده لكن الناس كانت تخاف وتحشم مش في كل المجالات راهو بعد 2011 كي تحب نحكي لك راهو ولات حقك تاخذو كان بالرشوه هاي تحب نحكي بصراحه حق انا عندي كام تاع مواطن خذا رخصه من التسعينات قعد يعارك عليها لليوم لليوم ورقته ما نجمش ياخذها لليوم يقولوا له ماشي باش تاخذ من واحد شرى من الاملاك المصادره سي فلان وفلان في الايام 2014 و2015 هكا التحالف بين الحزبين القوي هذاك حقه نحوه له بالسيف وعيطوا له قالوا له تاخذ تعطي نسبه من المبلغ فلان فلاني ونعطيك حتى شنو راهو في الحمامات اربع عقارات على ملك بالحسن ترابلسي من الملك المصادر وتحكيو على الملك المصادر وعلى الرشوه جا شراهم في لوز ما احسن سعر طيحوه هو وما خذهاش ولتو قضيته في المحاكم وحقه ما خذوهوش لانه عطلوه له وما نحبش نسمي شكون معناه اما اطراف نافذه في حزب النداء وحزب النهضه في الفتره هذيك الوزير تاع التجاره سابق من النهضه باش نوضحوه عيط الواحد قال له هات 400 مليون مقابل تاخذ ورقتك في رخصتك نسميه لك على حالات الفساد الفترة الزهرية نتاع الديمقراطية اللي عشناها يعني تو الخمج والفساد لا 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 ما قبل 2011 <applause> حاب نوضحوا لك ما قبل 2011 كانت الدولة مسيطرة <applause> على الكونترا والفساد وكانت في حدود تاع 20% من الايكونومي معناها <applause> بعد 2011 ولا الفساد مسيطر على الدوله ولا الناس اللي عندها الفلوس والنافذه هي اللي تتحط في الاحزاب وتصرف على الاحزاب وتحط في وزراء وتحط في حكومات ولا هي تسيطر القوانين تصاغ على مقاسها وبالتالي ما تقارنوش ما, ما بعد ما قبل المحسوبية ما 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 موجودين يعني في مارين 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 ما موجودين في حدودها يا مريم مريم مريم, مريم ما يق... غلطوش الناس راهو ما قبل 2011 ما قبل 2011 راهو خير بياسر ما بعد 2011 2020 على القليله نحكي على سنين هذوك توا ما تنظمت الدنيا شويه ودات Den ist traf. ورجعت معناها بدينا نحاربوا في حاجه اسمها فساد ومحسوبيه ورشوه، اما ما قبل 2020 ما قبل كانت الناس كانت كانت ظاهره الفساد تنخر في البلاد، انا نسمع انا نشوفوا تو نحكيوا عن فيضه الشعال اللي سجل الشارع شريك نهبط عليه هو رئيس حزب ما هذا اللي نتكلمش توا معناتها ما كان مصدق فقط نعطيكم معلومه في علاقه بالارصفه، لهذا الامر عدد 408 سنه 2012. المساحه اللي ترخص البلدية لاصحاب المحلات المفتوحه للعموم باستغلالها هي ثلث الرصيف دونك اي <applause> رصيف تاخذ الثلث ولا اذا كان عرض الرصيف يفوق ثلاثة امتار باستثناء عدد من الانشطه التي لا يسمح لا يسمح لها القانون باستغلال الرصيف وهي محلات بيع اللحوم والدواجن والززار والحوات ومحلات اللي يبيعوا الكرواسون والباتيسري هكا راه يقول القانون والمشير لي ومحلات الحلاقه هذوما الكل ما عندهمش الحق اما الارصفه التي يقل عرضها عن ثلاثه امتار فلا يحق لاي محل مفتوح للعموم باستغلال الرصيف فماشي اوضح من هك. احنا قاوت روتوار إيه مترو مترو عشرة هذاك ماخذين المحلات الكل دونك نعاودوا احنا سؤال نعاودوا السؤال هل ترى ان الارصفه في تونس مهيئه للمترجلين نعم ام لا عندي كلمه سي